وأكيد أنه شد انتباه الجمهور والمشاهد يكون بجمالية القصة وأيضا بأسماء النجوم المشاركين في العمل. ربما حضرتك تعودنا عليك أنك مكتشف المواهب الجديدة، المواهب التي تدخل مجال السينما لأول مرة، لكن في كارما شفنا أسماء مهمة جدا في كل الوطن العربي، ما شاء الله عليهم كلهم نجوم شباك تذاكر. والله أنا يعني أنا ما ببقاش متعمد أجيب نجوم شباك أو نجوم من الصف الأول أو نجوم جداد أو أكتشف حد جديد. أنا بعمل اللي أنا حاسه دايما، وبعتقد أن الفيلم كصناعة على بعضها بما فيها بقى من درجة الإجادة في التمثيل، في التصوير، في الإخراج، في المزيكا، في كل عناصر العمل، هي اللي بتنجح على بعضها ككوكتيل. لأنك أنت ممكن تجيب أعظم نجوم لكن تعمل بيهم فيلم تافه او فيلم ما تعرفش تديرهم كويس، او ممكن تجيب العكس، ممثلين مش كويسين خالص، ممثلين جداد لسه جداد خالص بس تحطهم في قصه كويسه جدا، سيناريو محكم، مخرج يعرف يديرهم. فطلعا وبالتالي عنصر النجوم مهم جدا، وببقى يعني ببقى حريص عليه بس دون قصديه متعمده. انا لازم يبقى معايا نجوم او بخطط يبقى معايا نجوم. كل اللي اشتركوا معايا في العمل كلهم يعني بيني وبينهم تاريخ طويل، اشتغلنا مع بعض كتير جدا، سواء مدام غادة عبد الرازق، سواء عمرو سعد، سواء ماجد المصري يعني، وفي ناس او بشتغل معاهم لاول مره زي مدام زينة ومدام دلال عبد العزيز، وفي وجوه جديده قدمتها. انا بحرص في كل فيلم ان انا اقدم وجه او وجهين جداد، لان ده دوري، انه متى انت امتلكت ان القدره على تقديم وجوه جديده وتبخل بده فانت ما بتضخش دماء جديده في عروق الصناعه، وده بيبقى عيب كبير على اي سينمائي انه اتحت له الفرصه ان هو